السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سنبدأ بشرح درس كم الاستفهامية وكم الخبرية في مادة اللغة العربية مشترك مهارات الاتصال. لدينا في هذا الدرس محوران هما كم الاستفهامية وكم الخبرية. نبدأ أولاً بصيغة السؤال الوزاري لهذه القاعدة ويأتي على عدة صور منها. استخرج من النص تركيباً يتضمن كم الاستفهامية أو كم الخبرية. أعرب ما تحته خط، والمطلوب هنا إعراب الكلمة التي تأتي بعد كم الاستفهامية والخبرية مباشرة، الكلمة الواقعة بعد كم الاستفهامية وكم الخبرية. ميز كم الاستفهامية من كم الخبرية. اضبط ما تحته خط، والضبط كذلك مطلوب بالكلمة الواقعة بعد كم، سواء كانت خبرية أو استفهامية. الاختيار من متعدد، ضع دائرة وصوب الخطأ. نبدأ بكم الاستفهامية. يستفهم بها عن العدد ويطلب بها التعيين، أي تحتاج إلى جواب. المقصود بهالكلام يا شباب، عند طرح السؤال باستخدام كم الاستفهامية لا بد من الإجابة على هذا السؤال بعدد أو رقم محدد. يعني أنا سألتك سؤال بكم، أنت بتجاوبني إجابة بعدد. أنا بسألك سؤال بكم، أنت بتجاوب بعدد، بتعين لي عدد. شو معنى تعيين؟ بتعين عدد محدد للسؤال اللي تم طرحه باستخدام كم. سؤال بكم، جواب بعدد محدد، تعيين عدد محدد للإجابة. هاي المقصود بكم الاستفهامية. طبعا في عندي شروط لازم تكون متوافرة في كم الاستفهامية لحتى نعرف إنه هاي الجملة تتضمن أو نوع الكم الموجود في الجملة هي كم الاستفهامية. شو هي هاي الشروط؟ تعال نشوف نطبقها لحتى أو نستخرجها من الجمل لحتى نعتبرها قاعدة رئيسية بنمشي عليها في الجمل الأخرى اللي بتميز كم الخبرية من كم الاستفهامية. الجملة الأولى، كم طالبا نجح في الامتحان؟ طبعا شباب، الكلمة الواقعة بعد كم الاستفهامية وكم الخبرية هي مفتاح الحل. كمان مرة، الكلمة الواقعة بعد كم، شايفين هاي الكلمة اللي بتيجي بعد كم سواء كانت خبرية أو استفهامية، هاي الكلمة هي مفتاح الحل لمعرفة نوع كم. لأميز شو نوع كم، لأعرب الكلمة هاي، لأضبطها، أقدم إلها ضبط. كل هاي الأمثلة، كل الأسئلة هاي من خلال هاي الكلمة بنعرف الإجابة عليها. يعني هاي الكلمة هي مفتاح الحل. كيف هي مفتاح الحل؟ لأن الشروط الموجودة عندي لحتى أميز كم الخبرية من كم الاستفهامية موجودة بهالكلمة. الشروط موجودة بهاي الكلمة. تعال على أول شرط، كم طالبا نجح في الامتحان. كلمة طالب، هل دلت على المفرد أم الجمع؟ طالب، طالب، طالب واحد، طالب واحد. إذن هاي هي كلمة مفرد أم جمع؟ أكيد مفرد. الشرط الأول لحتى تكون هاي نوعها كم الاستفهامية، إنه الكلمة الاسم الواقع بعد كم، هذا الاسم الواقع بعد كم، أول شرط يكون شماله مفرد. هاي الشرط الأول، التمييز هاي الكلمة اللي أنا بدي أميز فيها إنه هاي كم الاستفهامية. هاي الكلمة اللي إجت بعديها تمييزها هاي شو إجت، مفرد ولا جمع؟ أول شرط إجت مفرد. اثنين، كلمة هاي نفسها الكلمة الواقعة بعد كم، إجا عليها تنوين نصب ولا رفع ولا جر؟ لاحظ معاي شو إجا عليها، تنوين فتح. إذا الكلمة شو جاية عندي؟ الكلمة جاية منصوبة. إذا صار عندي كمان شرطين، هاي الكلمة فيها شرطين. الشرط الأول إنه يكون في عندي الاسم مفرد، أول شرط الاسم مفرد. الشرط الثاني إنه يكون تمييزها منصوب، التمييز الواقع هون شماله تمييز منصوب. إذا الشرط الثاني اتطبق. طب رقم ثلاث، الشرط رقم ثلاث شو هو؟ الشرط رقم ثلاث بحكوا لك إنه بتجينا على آخر الجملة، آخر الجملة شو لازم يكون موجود عندك؟ علامة استفهام. مش أنت بتطرح سؤال تلقائي، على السؤال آخره لازم يكون علامة استفهام. إذا في ثلاث شروط، من خلال هاي الشروط أو من خلال هاي النقاط بميز إنه هاي كم الاستفهامية. شو هم هدول الثلاث شروط؟ الشرط الأول الاسم الواقع بعد كم لازم يكون مفرد. الشرط الأول إنه يكون مفرد. شرط رقم اثنين يكون منصوب، لازم يكون عليه تنوين النصب. شرط رقم ثلاث يكون انتهى بعلامة استفهام، الجملة تنتهي بعلامة استفهام.
طيب طبق لي على الجملة الثانية، كم جامعة في الأردن؟ كيف عرفت إنه أنا هاي نوع الكم اللي أنا بسألك فيها هي كم استفهامية؟ شو دلالاتك على إنه كم هي كم الاستفهامية؟ والله الدلالة الأولى عندي إنه كلمة جامعة إجت مفرد، أنا بحكي عن جامعة واحدة، بالتالي الاسم شو ماله؟ الاسم مفرد. طيب الشرط الثاني موجود عندك ولا مش موجود بالجملة؟ موجود، هيو تنوين النصب، تنوين النصب الموجود عندي بالجملة هاي دليل لي على إنه هاي كم، إذا هي كم الاستفهامية. والشرط الثالث اللي هو واضح وبارز بالجملة، لاحظ علامة الترقيم الموجودة في نهاية الجملة اللي هي علامة الاستفهام، في ثلاث شروط موجودة بالجملة، إذا هاي كم نوعها كم الاستفهامية. شو هم هدول الدلالات اللي أعطوك إنه كم نوعها كم الاستفهامية؟ الأول إنه اسمها أو الكلمة الواقعة بعد كم جت اسم مفرد، اثنين اسم منصوب، ثلاث انتهت الجملة بعلامة استفهام. طبق بجملة رقم ثلاث، يلا احكي لي ليش هون كم، اعطيني ادلة على انه هاي الكم هي كم الاستفهامية. ادلتك على انه كم الاستفهامية، دليلك الاول نعم صحيح اللي هو الاسم اجا مفرد قصيدة واحدة. دليل رقم اثنين التنوين النصب الموجود على الاسم، هاي الاسم هذا الواقع بعد كم في عندي عليه تنوين نصب. دليل رقم ثلاث انه اجا في نهاية الجملة علامة استفهام. ممتاز، هيك بكون عرفنا انه هاي نوع كم الموجود عندي بالجملة. لما يحكوا لي شو نوع كم بحكي لهم هاي كم الاستفهامية بدليل الشروط الموجودة، بدليل الشروط الموجودة معي. طيب المطلوب مني النقطة المهمة، المطلوب اعرفها هون، النقطة المهمة المطلوب اعرفها هون، شايفين هاي المفتاح اللي اعطاني انه من خلالها عرفت انه هاي كم الاستفهاميه؟ لازم اعرف اعرابها، كم ما بيهمني اعرابها بس هاي الكلمه الواقعه المفتاح تاعي بدي اعرف شو اعرابه. بما انك حكيت لي انه هاي كم الاستفهاميه، بما انك عرفت نوع كم وعرفت انها نوع كم الاستفهاميه، تلقائيا الاجابه ثابته، اول ما تشوف كلمه بعد كم الاستفهاميه اعرابها ثابت تمييزا منصوب وعلامه نصبه تنوين الفتح، اعراب ثابت، ما في مجال اغير، ما في مجال انه في حاله شاذه. هون في عندي خلص ما دام اكتشفت انه نوع كم الخبرية كم الاستفهامية، الكلمة الواقعة بعد كم اعرابها ثابت. نعرب مع بعض، طالبا بما انه كم الاستفهامية وانطبق عليها ثلاث شروط، اذا اعراب طالبا تمييزا منصوبا وعلامة نصبه تنوين الفتح. كم جامعة، جامعة اسم مفرد ومنصوب واجا في نهايته علامة استفهام، اذا تمييزا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. قصيدة اسم مفرد عليه تنوين نصب، إذا إعرابه كذلك نفس الإعراب تمييزا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الخلاصة شو بدنا نحكي؟ طالب وجامعة وقصيدة، أسماء إجت بعد كم؟ هاي الأسماء إجت مفردة ما دلت على جمع، تحكي عن واحد مفردة، اثنين عليها تنوين النصب، ثلاث انتهت بعلامة استفهام، تلقائيا شو نوع كم عندي؟ نوعها كم الاستفهامية. طبعا شباب مش شرط انه انا اجي احط لك الثلاث شروط لحتى تعرف نوع كم، انا ممكن اعرف نوع كم بدون ما احط الحركة، بدون ما احط هون حركة لجامعة واحط لك علامة الاستفهام هون، مجرد وضع علامة الاستفهام في الجملة بعرف انه هاي الجملة تلقائيا اذا هي كم الاستفهامية، ما دام علامة الترقيم موجودة عندي هون هي كم استفهامية. بما انه الكلمة الموجودة بعد كم هون اجت مفردة، اذا هي كم الاستفهامية. علامة الترقيم دليل، والاسم المفرد دليل، والحركة الإعرابية الموجودة عندي تنوين النصب دليل. مش شرط استخدم الثلاث أدلة في الجملة لحتى أميزها، لكن ممكن من خلال دليل واحد أعرف انه هاي كم الاستفهامية. اذا نأكد معلومتنا، نأكد المعلومة، نكتبها، نحفظها. طريقة معرفة كم الاستفهامية من خلال ثلاث نقاط. شو هي الثلاث نقاط؟ واحد الاسم الذي يقع بعد كم الاستفهامية مباشرة لازم تكون حركته نصب، لازم يكون منصوب، لازم يكون الاسم الواقع بعد كم الاستفهامية اسم منصوب، الشرط الأول إذا لحركة الاسم الواقع بعد كم. النقطة رقم اثنين هذا الاسم دائما مفرد، مفرد لا تحكي لي مرات بيجي جمع، لا دائما، ولا بيجي بالتثنية، لا دائما مفرد، دائما الكلمة الواقعة جامعة، قلما، طالبا، معلما، مدرسة، دائما اسم مفرد. علامة الترقيم تلقائيا في نهاية جملة السؤال تلقائي راح تكون علامة الترقيم علامة استفهام.
تعال نطبق مع بعض على صيغ الوزارة. مش حكينا في بداية الدرس إنه الصيغ الوزارية الموجودة عندي على درس كم الخبرية والاستفهامية؟ نيجي نطبق بعض الأسئلة. السؤال الأول بحكوا لك صوب الخطأ ثم أعربه في الجملة الآتية. يعني أول شيء بدي أصوب بعدين بدي أعرب. الجملة بتحكي لك كم مسألة تن حللت؟ كم مسألة تن حللت؟ شو الخطأ بالجملة؟ نشوفها، تفرج في الجملة. طبعا ما بعرف أصوب الخطأ بدون ما أعرف نوع كم. اشتغل واعرف لي شو نوع كم، بعدين تعال احكي لي شو الخطأ بالجملة. والله كم اللي عندي زي ما انتم شايفين انتهت بعلامة استفهام، هيا شايفينها؟ شايفين علامة الاستفهام، علامة الترقيم، هاي علامة الاستفهام. تلقائي هاي من علامة الاستفهام عرفت انه هاي كم الاستفهامية. طيب شو شروطها كم الاستفهامية؟ والله في عندي شرط انه الكلمة الاسم الواقع بعديها انه يكون مفرد. مسألة بتحكي عن مفرد ولا بتحكي عن جمع؟ لا بحكي عن مفرد، هيا مسألة، مسألة واحدة. طب الشرط رقم اثنين يكون عليها منصوبة، يكون الاسم منصوب. شايفينه منصوب انتو؟ منصوب ولا مجرور جاي؟ جاي مجرور. اذا الخطأ شو عندي؟ الخطأ بحركة الكسر، تنوين الكسر الموجود عندي. شو لازم الصواب تاعها؟ مسألة تن، كم مسألة تن حللت. اذا الغلط مش بتنوين الكسر مسألة، وانما الصواب مسألة تن. السبب لانه مسألة اسم مفرد وانتهت بعلامة الترقيم الاستفهام، بالتالي لازم يكون تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، بالتالي لازم يكون تمييزها مفرد منصوب، واعرابه طبعا تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. تعال على الجملة الثانية. كم كتبا قرأ؟ كم كتبا قرأت؟ كم قصصا اشتريت؟ شو الخطأ عندي بالجملة هاي؟ طبعا موجود عندي علامة الاستفهام، هاي شايفين علامة الاستفهام، انتهى الموضوع. اذا كم نوعها كم استفهامية. تعال نشوف على الكلمة الواقعة بعد كم. الشرط الاول هاي شايفين تنوين النصب، والله جاية منصوبة. طب وين الخطأ بالموضوع؟ هاي في تنوين نصب وهي علامة الترقيم موجودة استفهام. ضل الشرط الثالث الشرط المهم، الشرط المهم بحكي لنا انه يا عمي لازم تكون بعديها اسم مفرد مش اسم جمع، بالتالي كلمة كتب اسم جاي جمع، كلمة جمع، وهي خطأ بكمل استفهامية، لانه من شروط كمل استفهامية يكون التمييز تاعها مفرد، الكلمة اللي بعديها لازم تكون مفردة، بالتالي الصواب انه احذف هاي الكلمة كتبا واحطها بصيغة المفرد. فشو بتصير عندي؟ كم كتابا قرأت، كتابا بصيغة المفرد. وبالحالتين طبعا اعراب مسألة وكتابا اعرابها تمييز منصوب وعلامة نصبه هي تمييز تنوين الفتح. السؤال بعده اضبط اخر ما تحته خط. طبعا لما بدي اضبط كلمة اكيد يعني مطلوب مني اعرف اول شيء نوع كم، لازم اميز نوع كم حتى اعرف اضبط الكلمة المخطوط تحتها. مطلوب مني بحكوا لك كم مدرسة في محافظة اربد. في عندي علامة استفهام ما شاء الله واضحة، خلص انتهى الحل، انا من علامة الاستفهام هاي عرفت شو الجواب. بما انها كم الاستفهامية ولاحظ انه الاسم جاي مفرد مدرسة واحدة، صفى عندي الشرط الثالث، هاي الشرط واحد مدرسة مفرد، والشرط اثنين انه علامة الاستفهام، شو شرط؟ صفى الشرط رقم ثلاث، شو الشرط الثالث؟ انه نحط تنوين النصب، حط تنوين النصب انتهى الموضوع، هي ضبطت الكلمه. انا لما جبت الثلاث شروط، لما بشتغل على الثلاث الادله الموجوده معي بحل فيهم اي سؤال، اي سؤال ممكن يعطوني اياه انا بحلهم من خلال الثلاث شروط. اذا هون بحط تنوين النصب لانه الشرط الثالث مش موجود عندي، فبالتالي بنحطها تنوين النصب بصير عندي مدرسه تمييز منصوب وعلامه نصبه تنوين الفتح. هاي القاعده المطلوبه مني، او هاي خلاصه قاعده كم الاستفهامية. الخلاصة يا جماعة نرجع نكتبها كمان مرة، ثلاث شروط، اسم بعد كم، شرط الأول يكون مفرد، شرط رقم اثنين يكون منصوب، وفي نهاية الجملة تكون علامة استفهام. ما دام موجودين عندي هدول تلقائي بنعرف انه نوع كم كم الاستفهامية. تعال نروح سوا للكلمة للنوع الثاني اللي هي كلمة او كم الخبرية. طبعا هون بدك تلاحظ انه صيغة السؤال شباب هي نفس صيغة اسئلة كم الاستفهامية، نفس صيغة كم الاستفهامية. طيب المقصود فيها كم الخبرية تفيد التكثير ولا تحتاج الى جواب. شو يعني؟ اساسا هي اسمها كم التكثيرية، هي من كنايات العدد. هاي الكم هي من كنايات العدد، يعني لما انا اسالك فيها ما بنتظر جوابك، ما بدي منك جواب، لكن كون على علم وعلى ثقه انه جواب هالشيء الكثير، الشيء الغير محدود.
أنا لما أسألك بكم الخبرية، كم الاستفهامية، كنت بستنى منك جواب ورقم محدد وعدد محدد، لكن كم الخبرية أنا ما بنتظر منك جواب، ما بنتظر إنك تجاوبني جواب محدد، لأنه جوابها الشيء الكثير، الشيء الغير محدود، العدد اللا محدود. بالتالي التمييز بينها وبين كم الخبرية، كم الاستفهامية، كم الاستفهامية إلها جواب محدد، كم الخبرية لا جواب لها، لا تحتاج إلى جواب لأنه جوابها العدد الكثير أو الشيء الكثير. لحتى نفهم هالكلام تعال نطبق مع بعض. المثال الأول مكتوب عندي كم مريض شفاه الله. شباب الشروط اللي حكيناها غاد، لاحظ إنه أنا حكيت لك شو مفتاح الحل عندك، هي الكلمة الواقعة بعد كم، مفتاح الحل الكلمة الواقعة بعد كم، شو الكلمة الواقعة بعد كم، هيها مريض مريض كتبا، هاي الكلمة هي مفتاح الحل حتى أميز هي كم الخبرية أو كم الاستفهامية. نفس اللي طبقناه على كم الاستفهامية تعال طبق لي على كم الخبرية. المثال الأول بحكي لنا كم مريض شفاه الله، شو المقصود في هالجملة؟ الجملة هل إنه في حدا بيعطيني إنه بإمكانه يعطيني رقم محدد للمرضى الذين شفاهم الله عز وجل؟ صعب جدا. الجواب هو شيء كثير، شيء يعني عدد كثير كبير غير محدود من المرضى شفاهم الله عز أو شفاهم الله عز وجل. طيب ركز معي على الكلمة، مش احنا بنحكي بدنا نشتغل بدليلنا، دليلنا لحتى نعرف كم الخبرية من الاستفهامية، الكلمة الواقعة بعد كم، تعال على الكلمة الواقعة بعد كم نشوف نشتغل فيها. نرجع على الشرط الأول اللي كنا مطبقينه بكم الاستفهامية، إنه الكلمة مفرد. آه نعم صحيح، جاي كلمة مفردة، مريض مريض واحد، إذن الاسم مفرد. اثنين منصوب، لا مش منصوب، هون جاي مجرور، هاي شايفين مجرور. طبعا هاد يعني هاي هي العلامة البارزة في تمييز كم الخبرية من كم الاستفهامية، الاسم الواقع، الاسم الواقع بعد كم، الاسم الواقع بعد كم الخبرية هي كم الخبرية وكم الاستفهامية هي الفاصل. الاسم الواقع بعد كم الخبرية وكم الاستفهامية هو الفاصل لمعرفة كم الخبرية من كم الاستفهامية. كم مريض حكينا الشرط الأول موجود إنه إجا اسم مفرد. الشرط رقم اثنين اللي كنت أحكي فيه حكيت عن إنه الحركة الموجودة على مريض، حكيت هاي الفاصل. شو يعني فاصل شباب؟ إذا كان في عندي تنوين نصب أعرف إنها هاي كم استفهامية، إذا كانت عندي الكلمة تنوين جر فأعرف إنه تنوين كسر فأعرف إنه هاي الكم كم الخبرية. تنوين نصب كم استفهامية، تنوين كسر كم الخبرية. إذا كان عندي تنوين فتح إذا كم انتهى موضوعها، بينما تنوين الكسر تعال على الكسر تلقائي بتعرف إنه هاي كم الخبرية ما فيها مجال. كم مريضة مفرد عليه تنوين كسر نقطة رقم ثلاث الجملة، تعال نشوف الجملة بإيش انتهت، الجملة انتهت عندي بنقطة، إذا كم الخبر الاستفهامية كانت تنتهي بعلامة استفهام، لكن كم الخبرية انتهت عندي بنقطة. إذا شو صار الفرق؟ الأول مشترك، لاحظ إنه مشترك، إنه اسم مفرد اسم مفرد مشترك بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. طب النقطة رقم اثنين الحركة، الحركة هل هي مشتركة؟ لا طبعا مش مشتركة، عندي بكم الاستفهامية كانت دائما منصوبة بينما هون دائما مجرورة، دائما كم الخبرية مجرورة، كم الخبرية مجرورة. علامة الترقيم في الجملة دائما نقطة. ترك المثال الأول بنزل عن المثال الثاني، نفس المثال بس شو اللي عملته؟ ضفت لك حرف الجر من، فصلت بين كم ومريضا بحرف الجر من. تغير المعنى؟ تغيرت من؟ لا بالعكس، انت اعطيتني دليل تثبت لي فيه انه هاي تلقائي كم الخبرية. انت لما حطيت لي حرف الجر من اعطيتني دليل بثبت انه هاي الجملة كم خبرية. كيف يعني؟ يعني انه تلقائي اول ما تشوف، مش احنا بنحكي تمييز الكلمة اللي بتيجي بعديها دائما مجرورة؟ لما انا اشوف من حرف الجر من تلقائي خلص عرفت انه هاي الكلمه اللي جايه بعديها اسم مجرور، ما دام اسم مجرور اذا كم خبريه، ما دام عندي حرف الجر من بعدين اسم مجرور وقع بعده اسم مجرور تلقائيا الجمله تحتوي على كم الخبريه، لانه كم الخبريه تمييزها مجرور. شو يعني يا شباب تمييزها مجرور؟ لما احكي لك تمييزها مجرور الكلمه بعديها مجروره، شو يعني مجروره؟ شو حالات الجر؟
كيف انه بعرب هالكلمه اللي بعديها؟ اما بتكون مضاف اليه مجرور، لما احكي لك مجروره يعني اما بتكون مضاف اليه مجرور بالكسره، او في عندي حرف جر واسم مجرور وعلامه جر هي الكسره. يعني هذا المثال الاول والثاني هو نفسه، هو نفس المثال. اللهم انا شو عملت لك؟ عملت لك بالاول خليت اعرابه مضاف اليه مجرور، يعني كم خبريه لها طريقتين بالاعراب، الكلمه الواقع تمييز كم خبريه، الكلمه الواقع بعد كم خبريه لها اعرابين. اما الاعراب الاول مضاف اليه مجرور بالكسره، هاي هالكلمه بتكون مضاف اليه مجرور بالكسره، شو السبب؟ لانه ما في حرف من، لو كان في عندي حرف جر من اذا كانت اسم مجرور، لكن ما وقع حرف جر من، اذا شو اعرابها هون؟ مضاف اليه مجرور بالكسره، هيها في عندي مضاف اليه مجرور بتنوين الكسر. طب انزل على اللي بعديها، كم من مريض؟ في عندي هون حرف جر، ما دامك انت حرف جر اذا انت اسم مجرور وعلامه جره تنوين الكسر. طب كيف عرفت انها هاي كم الخبرية؟ والله في مليون دليل. الدليل الأول تعال عليها، في عندي نقطة في نهاية الكلام، طيب غيره، في عندي هون الاسم مجرور، الاسم جاي عندي مجرور، طب غيره، إجا عندي هون سبق بحرف الجر، سبق بحرف الجر من، ما دام سبق بحرف الجر من، وما دام الاسم إجاني مفرد ومجرور، وما دام انتهت الجملة بنقطة انتهى الموضوع. إذا هاي كم الخبرية؟ كم الخبرية؟ شروطها، في عندي نقطة بآخر الجملة، الاسم لازم يكون مجرور، مجرور سواء كان اسم مجرور بالكسرة أو مضاف إليه مجرور بالكسرة. تعال على الجملة رقم 3، كم كتب لا نعرف قيمتها؟ ناس أنت كاتب الجملة غلط، حاطة الكلمة هون جمع، جايبة كلمة جمع كتب، لا مش كاتبها غلط يا مس. الإشي ممكن أميزه بين كم الخبرية وكم الاستفهامية وبيكون واضح، إنه كم الاستفهامية حكينا ما بيجي بعدها التمييز تاعها دائما مفرد، دائما شو بيجي بحالة المفرد، لكن كم الخبرية شباب ممكن انها تيجي بكم، كم الخبرية ممكن تكون مفرد وممكن تكون جمع. لاحظ معي بالمثال الاول اجى تمييزها مفرد بحكي عن واحد، والجملة الثانية بحكي عن واحد، لكن الجملة رقم 3 تمييزها شو اجى؟ بحكي عن جمع. عادي ما فيها اشي، الجملة صحيحة 100% لانه تمييز كم الخبرية، ركز معي هون، تمييزها مجرور، هاي ما اختلفنا فيها، وممكن يكون مفرد، ممكن انه يكون مفرد وممكن يكون شماله جمع، اذا الجملة صحيحة. بالعكس هاي انه دليل بيسهل التمييز بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. يعني والله شوف الجملة، شوف بدي اكتب انه احكي لك كم قصة، كم قصص، تلقائي لما تشوف كلمة جمع قصص تلقائي هاي كم الخبرية. طب ليش؟ ما انا ما كملت الجملة، بدون ما تكمل الجملة، ما دام قصص اسم جمع، ما دام قصصا اجت عندي جمع دلت على جمع، فهاي كم الخبرية. أول ما نشوف كم بعديها إجا اسم جمع، اسم دل على الجمع مش اسم مفرد، اسم جمع، تلقائي إذا أنت كم الخبرية. وكذلك لازم تكون حركته الجر، لازم يكون مجرور، لازم يكون مجرور، وفي نهاية الجملة لازم يجي عندي نقطة. طب تعال عرب لي إياها، مين يحاول يعرب لي إياها هاي الكلمة؟ كتب نعربها، هل نعربها اسم مجرور؟ طبعا أنا كم الخبرية حكينا بين إعرابين، يا بدنا نعربه مضاف إليه مجرور، يا بدي أعربه اسم مجرور. فيها حرف جر، في هنا حكيت لك كم من كتبين، لو حكيت لك كم من كتبين بتحكي من حرف جر وكتبين اسم مجرور، لكن هون هل في حرف جر؟ لا. اذا شو بنعربها بهاي الحاله؟ بهاي الحاله بنعربها مضاف اليه مجرور بتنوين الكسر، مضاف اليه مجرور بتنوين الكسر. اعيد لك اياه خلاصه الكلام يا مس، كم الخبريه؟ كم لا تحتاج الى اجابه، السؤال بكم الخبريه او التكثيريه لا تحتاج الى اجابه واحد. اثنين، في عندي مجموعة أدلة بتدل على إنه هاي الجملة المستخدمة أو كم الموجودة في الجملة هي كم الخبرية. الدليل الأول إنه الاسم سواء كان مفرد أم جمع، أو جمع مفرد أو جمع، هذا الاسم دائما عليه تنوين كسر، هذا الاسم دائما مجرور، دائما الاسم شماله مجرور، الاسم الواقع بعد كم دائما مجرور. نقطة رقم 3، لازم يكون في آخر الجملة، آخر الجملة علامة الترقيم الموجودة عندي نقطة. بهاي الحالات بعرف إنه كم هاي نوع كم، كم الخبرية تمييزها مجرور، يا إما مضاف إليه مجرور بالكسرة أو حرف جر واسم مجرور بالكسرة، ممكن يكون مفرد وممكن يكون جمع. هاي خلاصة الكلام. طبعا بدنا ننتبه لهاي النقاط، نرجع نكتبها كمان مرة، بنكررها كمان مرة، ضلك كرر فيها لحتى تميزها الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. لو بدنا نعمل مقارنة، نعمل مقارنة، الاسم من حيث الحركة، الحركة بعد كم الاستفهامية منصوبة دائما فتح،
الحركة كم الخبرية الاسم الواقع بعد كم الخبرية دائما مجرور. طيب من حيث المفرد والجمع، الاسم الواقع بعد كم الاستفهامية دائما مفرد، الاسم الواقع بعد كم الخبرية ممكن يكون مفرد ممكن يكون جمع. علامة الترقيم في كم الاستفهامية علامة سؤال، بينما علامة الترقيم الواقع بعد كم الخبرية دائما نقطة. هاي الفاصل، هاي إنه قارنا بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. في النهاية شباب، في عندي بنهاية كتابك يا مس في عندنا ملاحظة، كاتبين لنا ملاحظة. الملاحظة في بيت شعر بحكوا لنا قد يحذف الاسم بعد كم الخبرية، مش كم الاستفهامية، مش كم الخبرية. هون حكينا في بعديها أسماء، ممكن يكون اسم معلمة، طلاب، في عندي اسم بيجي بعديها. في بعض الأحيان بنحذف، بنستغني عن هذا الاسم إذا دل عليه السياق، يعني إذا فهمنا الجملة إنه حذفنا الكلمة بعد كم وفهمناه من خلال السياق، من خلال معنى الجملة، فعادي مش راح يتغير معنى الجملة أو مش راح تختلف نوع كم. مثلا كم مرة بي فيه عيش لست أذكره. كم، لاحظ إنه باجي على كم، طب بدي أميزها، بدي أعرف هي كم خبرية أو كم استفهامية، كيف بدي أميزها وهو ما في اسم؟ تلقائيا شباب بهذا البيت لما تشوفه اعرف إنه هاي كم في إلها تقدير من خلال السياق. لما أحكي لك كم مرة بي فيه عيش لست أذكره، شو هو اللي مرة فيه؟ المرة كم مرة المقصود فيها؟ كم مرة، مرة هاي التقدير، شو عندنا مكتوب عندنا؟ كم مرة مر بي. إذا في عندي كلمة محذوفة اللي هي مرة، لاحظ إنه أنا حطيت لك عليها تنوين الكسر اللي هي أساسا مش موجودة بالبيت، لكن أنا قدرتها بكلمة مرة، بالتالي بنعربها مرة مضاف إليه. في حال كانت موجودة بنعربها مضاف إليه مجرور بالكسرة. هون مرة لاحظ انه بعديها ما اجى اسم لكن اجى بعديها فعل ماضي. هاي بس بدنا نركز على المثال، انه ركز بس على هذا المثال لانه المثال الوحيد الموجود عندي في الكتاب. كم الخبرية في بعض الاحيان بامكان انه نحذف الفعل، الاسم اسم او تمييزها اذا دل عليه السياق، مثل كم مرة تقديرها اساسا كم مرة مر بي. مرة بهاي الحالة لو كانت موجودة بنعربها مضاف إليه مجرور. نوع كم بالجملة أو في بيت الشعر دائما أو في معظم الأحيان كم في أبيات الشعر بنعربها أو بيكون نوعها كم الخبرية. كم في أبيات الشعر، طبعا لأنه ما في بيت شعر بيسألني إنه السؤال إنه أنا بدي أجاوبه بإجابة محددة، بالتالي في الأغلب بكون إجابتها غالبا بكون جوابها كم الخبرية. نكمل إجابة، نكمل إجابة شباب. في عندي اختار رمز الإجابة الصحيحة. حكينا إحنا سؤال على أعرب، حكينا سؤال اضبط ما تحته خط، حكينا سؤال صوب الخطأ. نشوف على اختار رمز الإجابة الصحيحة في حال إجاني وزاري. السؤال بيحكي لي الجملة التي تتضمن كم الاستفهامية، يعني في عندي 4 جمل، 3 منهم خبرية وواحدة بس استفهامية. مطلوب منك يا مس إنك تعطيني كم الاستفهامية. طبق على الشروط، مش عندك 3 شروط لا، أو قارنا بين كم الخبرية وكم الاستفهامية، طبق وشوف. لاحظ إنه أنا مش حاطة لك علامة الترقيم، ما حطيت لك علامة الترقيم لحتى ما تكون سهلة بالنسبة لك وتكتشفها إنه بسرعة. لا، نحلل بالشرط بالاسم الواقع بعد كم. حلل الاسم الواقع بعد كم. تعال على الجملة الأولى، أعطيك مجال لحتى تفكر. فكر فيها، أي جملة فيها كم الاستفهامية؟ تعال على الجملة الأولى، هل كم متهم بريء؟ هل هاي فيها كم استفهامية؟ طبعا لا، طبعا ما فيها كم استفهامية، مستحيل يكون فيها كم استفهامية وأنت حاط لي على الاسم اللي بعد كم، تمييز كم، حاط لي عليه تنوين كسر. ما دام حاط لي تنوين كسر إذا انتهى الموضوع. شو بتكون هاي؟ كم الخبرية. بما انه الاسم الواقع بعد كم حط لي عليه، انت مسهلها علي، حط لي تنوين كسر، اذا انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، اذا هاي كم الخبريه. طب تعال على الجمله الثانيه، شو سببك؟ شو رايك؟ ممكن تكون كم الاستفهاميه؟ هاي واضحه 100% اكيد مش كم الخبريه، بما مش كم الاستفهاميه، بما انه عندي حرف الجر، حرف الجر هذا لحاله، هي حرف الجر من لحاله كشف انها هاي كم الخبريه، حرف الجر اللي بعد كم تلقائي بيكشف انه هاي كم الخبريه. طيب ثلاثه، كم أخوة لك في هذه الحياة؟ أخوة، الاسم الواقع بعديها أخوة، طب ما في علامة ترقيم ولا في حركة، طب شو بدي أعرفني؟ شو بدي أعرف كيف هاي؟ لا حطيت العلامة ترقيم، هون ساعدتيني حطيتي لي تنوين كسر، هون ساعدتيني حطيتيني حرف الجر من، هون لا حطيت لي حركة ولا حطيت لي نقطة، طب كيف بدي أعرفها؟ يعني في شرط ثالث، شغل مخك، بتعرف إنه في شرط ثالث، شو الشرط الثالث؟ إنه يكون مفرد أو جمع، كلمة أخوة جاي مفرد ولا جمع؟
اخوه جايه جمع، وما دام الكلمه جمع مين اللي بيقبل؟ مين التمييز بيكون انه في حالات بتيجي جمع كم الاستفهاميه ولا خبريه؟ مين التمييزها بيقبل انه يكون جمع؟ اكيد هي كم الخبريه. بالتالي انت كمان مش كم الاستفهاميه، السبب انه اخوه جاءت جمع، والجمع بيجي لكم الخبريه، كلمه اخوه جمع، متهم ماشي هون اجت مفرد، مشان هيك كان في عندي احتمال اني اشك انها كم خبريه او كم استفهاميه، لكن من نصيحه تلقائي اجت فيها حرف جر واسم مجرور ما قلنا فيها. اخوه اجت الكلمه جمع، ما دامها جمع انتهى الموضوع، انت كم الخبريه. طب اربعه، كم متدربا نجح في الفحص العملي؟ كلمه متدرب في عليها تنوين نصب، هاي شايف تنوين النصب هاي، خلص انتهى الموضوع. والله عليها تنوين نصب، اكيد كمل استفهامية. عليها تنوين نصب ودلت على المفرد، لاحظ انها بما انها اجت مفرد، اذا هاي الجملة بتكون هي الاجابة الصحيحة لكم الاستفهامية. الاولى حكينا السبب لانها عليها تنوين الكسر، الثانية لانها سبقت بحرف الجر من، الجملة الثالثة لانها دلت على الجمع، لكن الجملة الرابعة توافق فيها تنوين النصب، او انه بما انه موجود فيها تنوين النصب والاسم دل على المفرد، اذا هي كم الاستفهامية. سؤال بعده، أعرب الاسم الواقع بعد كم في كل من الجمل هاي، الجمل الأربعة هاي، أعرب لي شو كم، شو الكلمة الواقعة بعد كم؟ متهم، شو إعرابها؟ إعرابها طبعاً معروفة، بما أنها كم خبرية مضاف، لاحظ لم يسبق بحرف جر، إذاً مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، من نصيحة حرف جر واسم مجرور وعلامة جره الكسرة، إخوة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ومتدربا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طبعا هنا إن شاء الله تكون ميزت بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. ارجع لأمثلة الكتاب، حل أسئلة الكتاب كاملة، لأنه تطبيقها يعني الأسئلة ممكن معظمها بتيجي نفس نمط الوزارة، نفس النمط الوزاري. إن شاء الله يكون الشرح واضح و استوعبت الكلام اللي نحكى عن كم الخبرية وكم الاستفهامية. وبتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.